تحية الصباح للشاعر الكبير الصادق الياس وأعماله المحفورة والموجودة عندنا من زمن بدري ولحد الآن عند كل الناس في كل مكان بحبوه وبحبوا كلماته الجميلة جدا والمعبرة والرسائل عنده لها طعم خاص جدا. أكيد أنت كزول حساسة دايما بتحس وبتعيش لا ما في علاقة ما لها علاقة بالموضوع لكن لكل الناس اللي هي في حاجة دايما في القلب أكيد عشان كده في حاجة مهمة جدا يا عمار هي بينبع منها كل الأحاسيس كل المحبة كل السعادة اللي هي القلب حاجة مهمة جدا يكون في ناس قادرة تلتمس الجانب ده وتديه كل التركيز تديه كل الدعم كل التشجيع عشان كل الناس تكون عايشة بجانب صحي جدا فيما يخص الناس اللي هي عندها إصابات في القلب ربنا يشفيهم إن شاء الله ويحمي كل الناس اللي هي عايشة بسعادة بها. نسعد جدا بالترحيب بالأستاذ سامي حمد عثمان مدير إدارة المشروعات والبرامج بمؤسسة سند الخيرية وفي الفترة الأخيرة عندهم مشروع كبير جدا الدورة السابعة للقلوب الصغيرة والقلوب الصغيرة دائما الألم عليها حار جدا والقلب دائما عليه والألم حار والله جدا. صباح النور. صباح الخير مرحبا بكم. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. صباح الفل ان شاء الله يا رب. بدايه عايزين ندي المشاهد كده معلومات كامله ووافيه جدا بما يخص جانب مؤسسه سند الخيريه. مؤسسه سند الخيريه واحده من المنظمات الطوعيه السودانيه العامله في المجال الانساني. هي تاسست في العام 2004 وكان هدفها تقديم المساعدات الانسانيه والخدمه للنازحين واللاجئين والفقراء ومساعدتهم والوقوف معهم. ومؤسسة سند لها بتشتغل على ثلاثة محاور على خمسة محاور سوري على خمسة محاور يمكن المحور الكبير جدا هو محور الصحة والتعليم ومحور المساعدات الاجتماعية ومحور بناء القدرات وبناء السلام وأسي حديثاً دخلنا محور اللاجئين فأسي شغالين تقريباً مع اللاجئين بانفتاح السودان واستقباله للاجئين فسند دخلت في المجال ده حديثاً إن شاء الله. طيب كويس ده من خلال المحاور بتشتغلوا على أيضاً عاوزين نخش للموضوع اللي أيامان تشغلين عليه في دورة السابعة حملة القلوب الصغيرة شنو اللي قدمتوه جديد في الحملة دي وعرفين عليها بشكل أكبر. حملة القلوب الصغيرة هي بدت من العام 2011 تقريبا من 2009-2011 بدت واسي نحن في الحملة السابعة فسند عندها شراكات قوية جدا في المجال ده واسي حاليا نحن شركاء مع منظمة المنتدى في تنفيذ الحملة السابعة تقريبا الحملات الفاتت اتعملت حوالي 680 عملية قصر وجراحة قلب للأطفال. طيب عايزين نجيب اكثر على الجانب بتاع التجهيزات لما فصل الدوره السابعه وانتوا هي كانت الساعات الاولى خلينا نقول من صباح الاحد اللي كان يوم 8/10 وبديتوا في مستشفى احمد قاسم وكمان في مدني عايزين نجيب اكثر على تفاصيل الحمله اللي عملتوه حتى الان شو الحمله تقريبا هي بدت من يوم 7 اللي هو يوم السبت قبلها كان في استقبال للوفد الطبي الجزائر اللي هو بيتكون من 29 من استشاري اخصائي طبيب لحد الكوادر المساعده وهم جزء منهم من هولندا وجزء من المملكه العربيه السعوديه تيم متكامل فبنفذ حتى الاخصائيين بتاعين التقدير والتمريض بيجي تيم متكامل كله ونحن تقريبا بنتعامل في المستشفيات هنا ومن هنا برسل لهم تحيه خاصه لمركز القلب والمدني مستشفى احمد قاسم ومستشفى الشعب ومركز القلب. طيب الان الناس لو عاوزه تتوجه اي شخص عنده مريض او طفل مريض في القلب شنو الحياه اللي ممكن يصلكم كيف يعني مناطقكم اللي تكونوا فيها عشان ما يتهيأ ويمشي على المستشفيات؟ حقيقه بيكون في اعلام مسبق ونحن الاختيار يعني المرضى او الاطفال للعمليات هم بيكون تقريبا تنسيق تام مع المستشفيات ومراكز القلب
لانهم هم بيترددوا هناك وبكونوا مشخصين وبكونوا في قائمه عندهم فايل. يعني بيتواصلوا معكم انتم في المنظمه؟ نحن يمكن بندي الكراتيريا انه نحن عايزين الناس اللي ما قادره تعمل عمليه، يعني ما طبعا انا اعرف انه تماما انه عمليه القلب مكلفه جدا. صحيح. فنحن مستهدفين بها الفقراء. يعني الأسر اللي ما قادرة تعمل عملية هم بيكونوا مشخصين في المستشفيات أصلاً موجودين، والما وصلوا بيجوا خلال الحملة من خلال الإعلان بيتم. طبعاً احنا نعرف تماماً إنه في قسم بتاع شؤون المرضى في المستشفيات، فنحن بنتواصل معاهم بنشوف الموجودين كم وإنه اللي استقبلوا حالات جديدة، ويمكن التيم ذاته بيعمل كشف للحالات الجديدة، بتكون في عيادة شغالة بتاعت كشف وفي عيادة للعمليات. طيب مؤخرا أستاذ سامي عايزين نعرف الحملة إن شاء الله هتستمر لمدة كم، وين المراكز اللي ممكن تكون متواجدة عشان زي ما قال عمار لكل الناس اللي حابة إن هي حتى لو ما تواصلت معكم عشان ما تاخد العلاج تكون تنورت وعرفت وتشارك معكم إن شاء الله في الدورة الثامنة وكذا. هي الحملة بدت من يوم السبت من يوم 7 هتستمر لحد يوم 14 10 في مستشفى في مدني، هي عبارة عن جراحة وقسطرة في مستشفى مدني. وأنا من هنا بنوه وبدعو كل الناس الأطفال ربنا يتم لهم الصحة والعافية، يعني مولودين بتشوهات قلقية أو عندهم مشاكل في القلب يتوجهوا لمستشفى مدني مركز القلب والمدني. وفي الخرطوم نحن هنا في أحمد قاسم الشغل بادي من السبت، ف يعني بتمنى انه الناس المرضى يعني يجوا للمستشفى ويقابلوا شؤون المرضى، ونحن موجودين في المستشفى حقيقه بنقعد من الصباح لحد المساء ان شاء الله، فان شاء الله بنستقبل اي حالات ان شاء الله. ربنا لكم دائما التوفيق وضحايا الصحه والسلامه للناس في كل مكان يا تسلم. ان شاء الله. احنا نكون وصلنا معاكي بالحاجه اللي احنا تعرفنا عليها من خلال منظمتكم والحالات الجميله والمساعدات اللي انتم دائما بتقوموا بها لكل الاطفال اللي ممكن يكون عندهم اصابات وبيعانوا من الحاله دي، وان شاء الله دائما تقدروا تحققوا كل اللي انتم بتطمحوا له وتعيشوا في سعاده وصحه يا رب. شكرا لك جدا لوجودك معنا. شكرا جزيلا، وانا بتمنى لجميع اطفال السودان في كل انحاء السودان الصحة والعافية والقلوب السليمة إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. شكرا لك يا عمار، بتمنى لكل الناس اللي كانت بتتابعنا دوام الصحة ودوام العافية ودوام النجاح والإنجاز وتحقيق لكل الطموح اللي أنتم دائما حاطينه هدف قدامكم وعايزين توصلوا له. صحة والسلامة والعافية لكل أطفال السودان في كل مكان. قد اللقاء جديد عبر صباحات سودان. انتهى البرنامج، مع السلامة.